السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه المهندس سأسأ. اتكلمنا الحلقه اللي فاتت على مكونات غرفه النوم ومقاساتها. هنتكلم الحلقه دي على مقاسات غرفه نوم الاطفال ومكوناتها. هي غرفة نوم الأطفال احنا بنشغلها أطفال وشباب، بمعنى ان ممكن في سن معين من 6 سنين ل 18 سنة، 16 سنة، بتمشي غرفة النوم. بس طبعا بترجع ان احنا بننسق الألوان ان هي تمشي شبابي شوية. مكوناتها زي ما حضراتكم شايفين كده، تسريحة برضو ده الإظهار بتاعها، عادة بتبقى 40 في 80 أو 40 في متر، حاجة صغيرة أصغر من الماستر، من تسريحة غرفة النوم الكبيرة. وعندنا السرير الإظهار بتاعه بالشكل ده، برضو بنظهر فيه المخدة وتانية الملاية أو الإزهار عشان يبان ده سرير. عندنا برضو مقاسه بقى بيبقى 90 في 180. 90 في 180 ده اللي هو يعتبر المفرد او الفرداني، بمعنى ان ده هو بيمشي 90 ومتر ومتر وعشرين، ده للفرد الواحد، سرير فرد واحد. 90 في 180 او 90 في 2 متر، ده ارقام ثابتة برضو. عندنا منه 3 مقاسات زي ما قلنا، اللي هو 90 والمتر وال120. بعد ال120 بيبقى سرير مجوز. عندنا الدولاب برضو زي ما احنا شايفين كده، 120 في 60 زي ما قلنا، ارقام زوجية اهي. في منه بقى 140 160 180، 4 مقاسات من الدولاب. ده بيرجع لحجم الـ عدد الافراد او التخزين قد ايه، دي احنا بنحددها. احنا ان كان ناخد سرير درفتين، دولاب درفتين بس 120، او 3 درف او 4 درف زي ما احنا شايفين كده. هما 4 مقاسات للدولاب، مينيموم او الاقل، الحد الادنى 120، بيزيد معايا لحد 180. لو كبر عن كده بيبقى برضه سرير لغرفة نوم رئيسية. برضه حابب اقول لكم ان التوزيع بتاع غرفة النوم بيرجع، زي احنا اتكلمنا قبل كده، ان هو ولد او بنت بيفرق في التوزيع بتاع غرفة النوم، ان كان ولد او بنت، وبيفرق في الالوان. يعني انا قبل ما اخد المقاسات دي واوزعها في البلان بتاعي للفراغ اللي هو غرفة النوم، بعرف الاول دي غرفة ولد او بنت، على اساس اقدر احدد الالوان واقدر اوزع الفرش. عادة ممكن نستغنى عن التسريحة لو غرفة ولد، ما بتبقاش ثابتة معايا قوي، انما غير البنت فهو لازم يبقى فيه تسريحة. الالوان طبعا زي ما احنا قلنا ان ممكن البينك والموف، الالوان اللي هي البناتي شوية، ولو ولد هنشوف لبني او جري او الوان ولادي شوية. طبعا هو ده عشان الاطفال بيتأثروا اكتر بالالوان غير الكبار، فلازم احط اوظف اللون على السن ونوع المستخدم الفراغ ان كان ولد او بنت. يبقى مكونات غرفة نوم الاطفال: تسريحة، سرير، دولاب. عادة ما بيتحطش فيها كومود الا نادر قوي، لو هي شبابي فهتحط فيها كومود، مش شبابي ما بيبقاش ليه استخدام كتير الكومود في غرفة الاطفال. سعدت بيكم واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.